يتحدث عن متناقضين، الإرادة والأمل من ناحية، والبؤس والشقاء من ناحية أخرى. عندما قررت الكتابة قررت تحرير عقلي، وقررت أن أذهب إلى شفافية مطلقة. هنا أنا أعتقد أنه سيقدم خدمة كبيرة ليس فقط لغزة بل للقضية الفلسطينية التي تروي هنا كيف تمكن الفلسطينيون من تحويل يعني سواد النكبة إلى بصيص أمل لا يمكن أن يحيدوا عنه. الرواية الوطنية الفلسطينية ككل يمكن أن تكتمل عندما يسرد كل إنسان قصته، ولكل فلسطيني قصته. وأنا أعتقد أن الإنسان هو مخزن ذاكرة، الوعي هو مخزن ذاكرة يتحول إلى إرادة.